مساء الخير جمهورنا الكريم، وحلقة جديدة من فقرة طرافة في شواطئ عدن، شواطئ جولدمور. وسؤال الحلقة اليوم يقول: ما هو اسم أنثى الأرنب أو زوجة الأرنب أو العرطة حق الأرنب؟ خلونا مع بعض ننزل ونشوف ما هو اسم أنثى الأرنب. خليكم معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت عارف عليك؟ وليد. وليد من؟ محمد ناصر. حياك وليد محمد ناصر. تعرف عليك اسمك؟ محمد ناصر. محمد من؟ ناصر. ايش معنى الأخبار محمد ناصر؟ سدائي. ها؟ سدائي. ايش؟ دري ايش؟ ايش معك فوق؟ ايش؟ ايش معك معلق فوق؟ طيب محمد، لو سألناك ما قلنا لك تعرف الأرنب؟ الأرنب اوكي، ايش تسمى أنت الأرنب؟ حاول. الله ما ادري ما والله الا خير. ما عندك شكرا. طيب ايش معك اليوم هنا؟ اجينا نتسبح والله. تغيروا قوي. حياكم الله ونقول كل سنه وانتم طيبين. علينا عليك يا. تعرف عليك؟ خالد محمد حسين. ايش معك اليوم هنا؟ والله جينا زياره اللي نتفسح فيها يوم جمعه. قبل الجوال. كيف الاجواء اليوم؟ والله الاجواء كويسه الحمد لله. الله. الحمد لله. طيب لو قلنا الارنب، تعرف الارنب؟ ايش تسمى انت الارنب؟ والله مش عارف. حاول. مش عارف. اي شيء. طيب اخر نكته نزلت معنا. ابدا انا شكت بزعل. اخر نكته الله دي. محمد فهد من فين انتم؟ من شيخ عثمان. من الشيخ. حياكم الله. طيب انت الارنب. والله انا هذه الحاجات ما اعرف ايش. طيب ايش تعرف؟ قبل نكته قبله. يلا نكته. ولا معي ارض. الا حاول. طيب غنيه كذا موال. مش فنان. اي حاجه. طيب انا ابلك نكته في مره واحد حب بدون الطاحون. إذا نقول كل سنة وأنتم طيبين وموفقين. حياك الله. طيب لو سألنا على الأرنب، ما هي أنثى الأرنب؟ أنثى الأرنب. والله ما ما عندكم شكرا؟ الله يعينك إن شاء الله ونقول كل سنة وأنتم طيبين. جميل إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عليك؟ مندر. مندر سمير. مندر؟ مندر سمير. إيش معك اليوم مندر هنا؟ جالس لي هنا أنا أشتغل بيتنا هنا. تشتغل هنا بإيش؟ بالسيقل. يعني بتعطينا شوي؟ عادي مالك الله المستعان. اكيد تهب لي شوط. تمام ولا يهمك. طيب ايش لو سالتك ايش تسمى انت الارنب؟ دري زوجة الارنب. ارنب انا الحين اقول لي بس. انت تقول ليش؟ ارنبه. ارنبه بس ماشي مع اسم ثاني؟ لا. طيب ايش اسمه؟ عرعره. قرو قرو قرو. تعرف عليك اول؟ عرع عهد. من؟ عهد محمد ثابت. اسمه انت الارنب؟ عرعره. عرعره من فين قلت الاسم؟ في اسم، في اسم له. طيب من فين قلت العرعرة هذه؟ في عرعرة في أرنب. يعني اسمه أرنب أنت إيش قصدك أرنب إيش؟ الأرنبة زوجته زوجته الأرنبة اسمه؟ أرنبة. غير أرنبة. عرعرة. يا أما تقبلي ولا تدخل اسمح لك أنا؟ يلا حبيبي. كيف عليك؟ الله يحفظك. نتعرف عليك؟ ياسر عبادي راجع. ياسر عبادي راجع، إيش معك اليوم هنا؟ والله جينا أنا والجهال نغير جو. طيب لو سألتك ما هي أنت الأرنب؟ مش خيارات للأسف. لا ضروري خيارات. حاولنا نجيب خيارات لكن ما من فين جبت السؤال الصعب؟ والله هذا الإعداد. أنت الأرنب. أنت الأرنب صعب والله. ما يسموه أنت؟ أرنبة. واصل على الأرنبة. أرنب أرنبة. حياك الله. طيب إيش ممكن تعطينا اليوم؟ كلكم معزومين عندي أول جمعة برمضان. قداء. أول جمعة برمضان إذا خلاص مكان مشاهدين عزموه عند الأخ في أول رمضان. شكرا لك كل سنة طيب. يا رأي شو أنت طيب الله يسلم عليك. السلام عليكم. ممكن نتعرف عليك؟ فهد الشرقبي. فهد الشرقبي. حياك الله. إيش معك اليوم هنا؟ والله رحلة. أجيت رحلة. كيف تشوف الأجواء؟ الأجواء طيبة. طيبة وحلوة إن شاء الله. طيب إن شاء الله طيبة وأمان إن شاء الله وكل شيء بخير يعني. آمين يا رب العالمين. كيف شفتوا استعداداتكم لرمضان؟ استعداد رمضان جيدة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. لو سألنا إيش أنت الأرنب؟ إيش تسمى أنت الأرنب؟ والله علمي علمك. حولي. علمي علمك. أرنبة. أرنبة. هذا اللي نعرفه إحنا عنده أرنبة. لكن اسمه الحقيقي؟ اسمه الحقيقي عندك. عندي أنا ولا إيش؟ معي العدد. عندك. طيب هبلنا كذا نكتة من عدنية من حق عدن. النكتة ما عندي شنو كانت انا ما حاول ما نكتش ما نكتش ما اسمعك كذا لا نهاية. اذا شكرا لك نقول كل سنة طيبين وانتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا نتمنى لكم رحلة سعيدة ان شاء الله باذن الله واياكم واياكم ان شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تعرف علي؟ سامي عمر علي. ايش معك يا سامي؟ والله قاعد اتمشى مع البيت. انت وين؟ ايه كيف شفت الاجواء؟ والله حلوة. حلوة؟ حلو. استمتعتوا؟
اكيد جاهزين لرمضان ان شاء الله. طيب لو سالنا انت الارنب انت الارنب ايش يعني؟ ايش اسمه انت الارنب؟ مش عارف اسمه انت؟ مش عارف ما اسمه ليش حاجه صح ليش اسمك؟ مش عارف اربي جرانب لا بنت الارنبه ارنبه ارنبه ولكن اسمه الحقيقي ارنب مش عارف ما عندك شكرا حاول اسامي اكيد حاول لي اذا نقول لكم كل سنه طيبين ونتمنى لكم رحله سعيده عليك شاب نتعرف عليك علي عثمان غايد حياك ايش معك يا علي نشتغل كذا ونجينا نسيح كذا تشوف الجو طيب لو سالنا انت الارنب تفضل انت الارنب ايش تسمى يعني انت الارنب ايش ممكن تسمى يقول انت الارنب يعني غادي ارنبه لا ايش سموه في اسم معين صراحه مش داري انا ما عندك فكره طيب ايش ممكن تشارك معنا نشي نكتة شعر ما عندي مشاركة ما عندك شيء مشارك إذا شكرا لك وقول كل سنة طيب حياك الله تعرف عليك قاسم حسين ناصر قاسم حسين قاسم حسين قاسم حسين ايش معك اليوم هنا والله يتسبح تتسبح ولا أخي ساكن بالله بلد وفاء تعرف عليك محمد خالد محمد خالد ايش معك هنا اليوم تعرف عليك نسبح عجيتوا سبح كيف شفتوا الأجواء حلوة نغير جو ولا في شيء الحمد لله يعني الحمد لله الأمور كلها طيبة طيب اسم أنت الأرنب لا بيقول لقاسم انت شيك 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 انت الارنب اسمه بيزع الله يرحمه عندك شكر طيب ايش ممكن تشارك نحن بغنية هذا اللي سمعتك قبل تغني ما شاء الله ما مش انا يلا كيف حسن انا تعيش يلا اسمه غنية تشتيك اللي تجيبه انت هذا يا دانا حالي دان دانا حالي دان قال صالح من المقريش هلا يا عين شليني قال صالح من المقريش هلا يا عين شليني هكينا وفاني كادو لكني ولا أميني هلا يا ترى بيضاء في بك شواقب عقابتيني أنا يا درع بيضا في بك شواقب عقابتيني أجينا وبانك هاد ولكني ولا منك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت عارف عليك؟ أنا اسمي عبد الناصر محمد صالح من؟ عبد الناصر محمد صالح ايش معك اليوم محمد عبد الناصر؟ والله بس زيارة أجيت زيارة لنا كيف شفتي الأجواء في عدن؟ تمام جميلة جدا الأمور العاملة كيف إن شاء الله؟ طيب على كل حال كل شيء تمام؟ كل شيء تمام طيب لو سألنا زوجة الأرنب ايش تسمى؟ عكرشة عكرشة وانت الارنب تسمى عكرشه انتوا كذا بتعرفوا يعني واصل ولا واصل كذا يعني بتنادوها كذا يعني عندكم في بتنادوها عكرشه اذا بالفعل زوجة الارنب هي عكرشه وبكذا يكون معانا زميلنا هذا مبلغ مقدم من اداره القناه نقول لك الف مبروك مشاهدينا الكرام نسعد بلقائكم ونأسف بوداعكم استودعكم الله إلى حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم هنا عدن دمتم بألف خير